شكل افغانستان والله. شو اقول لك انت وهكتني. هذا بنغلاديش لو خضروات باللحمه سمبوسه زي مش نشيك من مجله ماجد قبل لا كنت للاسترلاب. السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج الاسترلاب. واليوم حلقتنا غير، تحكياك عن بلد لا هو صغير ولا هو كبير، بس كبير بأخلاق الناس اللي فيه وبطيبة قلب الناس اللي فيه، وهي المغرب. وفي المغرب في أكلات شعبية منتشرة. خلنا نشوف الشباب البحريني يعرف السفرة المغربية، يعرف ايش في السفرة المغربية او لا. جمهور تعال يا خلنا نشوف. تعرف يا خارج اي بلد؟ لا ما ادري والله، كانها الشماليه منطقه جديده يعني. شكلها افغانستان. بس عاد ايش اقول لك، تونس. هذا بنغلاديش. بنغلاديش هذا هو. استراليا اتوقع. تركيا. الله، المغرب الظاهر. المغرب. لا طال اركز. وش عرفني انا؟ اكو شو انت تعرفها؟ ما ادري. كلش كلش ما ادري والله، كانها الشماليه منطقه جديده يعني. ممكن بلد من البلدان يعني، مثلا الاردن، مصر، المغرب. ما ادري والله، حاول. مصر او الاردن او المغرب. اشوف مره ثانيه، مصر او الاردن او المغرب. الاردن ممكن. الاردن. ليش الاردن؟ توقعت كذي يعني. تتوقع انها الاردن؟ ايه هادي. شكل افغانستان. افغانستان؟ ليش يعني افغانستان؟ ما ادري، شكله كذي يعني، شفته في القول في الكتاب كذي شكلها. ايه مو افغانستان. صدق؟ اعطنا خيارات. ايه الاردن، مصر، المغرب. مصر مو هالقد ابدا. المغرب؟ المغرب. المغرب عليك. علمها احمر الدكتور. ايه شوفها بقول لك. لا بعرف. هذا انا اقول لك يعني بيني وبينك اختي، لا مو اختيارات والله، شكلها بتقول فلسطين، ممكن تقول لا لبنان، ممكن تقول الاردن. اجنبيه هي تعتبر من العرب. العرب الشام، هو في الشام، لان هذا على البحر الابيض المتوسط. بس عاد ايش اقول لك، تونس. لا بعيد بعيد، الشام هو اكثر شيء، فلسطين. الاردن او الاردن. المغرب. أنا أقول لك لا مو المغرب، مو مصر، الأردن. احتمال الأردن. أنت تقول الأردن، أنت وش الأردن؟ ترى مو الأردن، الأردن كبير. شو شو المغرب يعني؟ لا مو المغرب، المغرب هي إسبانيا في منطقة الطارق يعني، في حركة. احتمال تونس يعني؟ يعني هي هالبلد في أكلات غريبة وأشياء غريبة، هو سياح البلد. والله شو اقول لك، انت وهكتني، عربيه ومصر، البحر الابيض. لا لا مو البحر، انا والله هذا انا بنت الشام. انا هذا بنغلاديش. لا يعني بنغلاديش هذا شيء صاير اشكال ومفلف. شوف النسيه بنغلاديش. هذا هو باب البحر. محتملنا استراليا اتوقع. استراليا. هي كذي. هي استراليا؟ لا لا مو استراليا. خلنا نشوف. هاي جدة. والله مو عارفينها بالضبط. كله. حاول. ما أنا أتوقعها يعني. البحر الأحمر. لا لا. ممكن صوب آسيا هاي شيء المنطقة يعني. لا. ها المغرب العربي. المغرب العربي. شلون عرفت المغرب؟ بس ميز من اللون الاحمر، قلت يمكن خمنت على العلم. العلم الاحمر الاخضر. هذا المغرب. لا والله. كلش كلش هذا اول مره اشوفه. هل بلد فيه اكلات مثل سمبوسه بالسمك، مثل فطيره التفاح، مثل الطنجيه؟ ما عرفت البلد. تركيا. المغرب. المغرب. ليش جبت المغرب؟ لانهم اللي يسوون الاكلات يعني. والله المغرب الظاهر. المغرب. ايه خارطتهم شكله ظاهر. المغرب. المغرب. شلون عرفت المغرب؟ من مجلة ماجد قبل، كنت اتابع اتثقف يعني، احب هالسوالف، خرايط وكذا. تحب هالسوالف. عندك معلومات عن المغرب؟ المغرب ما
ما ادري ايش شكله بلد سياحي صح هو المغرب يعني أه. فين يعني بتروحي بيني تستانس حق سياحه تعرف احد راح قبل رفيق اللي يدرس في المغرب قلت لك له المغرب يعني تمام هنا عندك معلومه عن المغرب والله المغرب طبعا اهتمام باللغه العربيه كثيرا وهذا الذي حببني فيهم اهل المغرب ايه طبعا يهتمون في اللغه العربيه واجد يعني وهذا اشوفه نادرا عند الشعوب العربية لكن في المغرب بشكل بارز أشوفه بشكل كبير بشكل كبير وإحنا نتمنى أن البحرين تصير مثلهم في ناس تحكي عن معاملة أهل المغرب أنهم خوش ناس وأطيب ناس توش تبقى عن الكلام والله هذا ما أدري عنه بس أنا متابعة لليوتيوب أشوف لغتهم العربية قوية قوية إيه وفيهم من تميز بكثرة بعطيك أكلات فيها أكلات في هالبلد تفضل عندك هالأكلة تعرف إيش هي؟ هذه حمص هذه ما نعرف وش ده دياجي هذا ما أعرفه صراحة هذه ما نعرفه والله والله ما أدري الصراحة هذه حمص هذه يمكن والله موز لا ما أعرفها كلش لا حاول ما أعرف كلش ما تعرفها لا هاي فطيرة التفاح أوكي زين في أي بلد هاي فطيرة التفاح فطيرة التفاح يمكن في المغرب في المغرب وعندهم أكلة ثانية إحنا عندنا ني سمبوسة لحم سمبوسة دجاج بس هم عندهم سمبوسة سمك لو تجيك تأكلها سمبوسة السمك لا كلش لا إلا لأني علاقتي مو طيبة ويا السمك كلش بعيد كلش يعني مو بحراوي لا لا هذا ما أعرفه صراحة ليه ليه معروفة هي لكن مشهورين به يتكلمون عنها مو سبا ما نذاكر ولا صراحة كلش كلش هذا وش دن سنة الحين ما نعرف وش ده دياجي هاي أكلة عندهم الطنجية الطنجية شكلك عارف أنا ما أكلنا قبل لا مو ما أكلنا بس رفيقي يدرس في الأردن في المغرب في المغرب هذه ما نعرفها والله يمكن احتمال نشوفها لحظة ده. الفسيخ هذه ما أدري والله فطيرة التفاح يعني تجيبوه الله يسلم شكله عندكم حرقه هناك في المغرب وعندهم اكله ثانيه اسمها الطنجه طاجين الطنجه لا هذه طاجين يعني هي هذه اللي هو بتكون له خضروات باللحمه جيكته قبل اي اكلت منها انا حلوه اي ممتازه تنصح الناس تاكل منها اكيد عندهم اكله ثانيه اسمها اللي هو سمبوسه بالسمك لو تجيك الاكله تاكلها لا هذا ما اتوقع عمي ما جربتها بس احتمال اكلها يعني شكلت من محبين السمك اي من وش تحب السمك كل شيء كل شيء اي ما تميز شيء هامور مبلى هامور طبعا هامور دولار هذا هي سمبوسه سمك تاكل سمبوسه سمك لا كلش لا وما تاكل سمبوسه سمك وش جراني انا ولا مره جربتها ولا مره جرب خاطرك تجربه لا كلش كلش لا ما اكلها كلش كلش وش سمبوسه سمك كلها بروتين يعني الخال ما ادعو بشي لا سمبوسه سمك ما ناكلها تتوقع في اي بلد هذه سمبوسه سمك ما ادري في اي بلد هذه بس قلت لك شكلها بنغلاديش اذا يسوونها على سمك وانت خالف توقع اي بلد بنغلاديش لا اكيد بنغلاديش اكيد ما في البلد انت في بنغلاديش راح البراد مال الديره ما ادري والله من الشكل يعني على حسب اذا الشكل عجبني باكل يعني اذا مرتب بتاكل ايه تروح ايه والله ما ادري سمبوسه سمك نشيك شيء كان ايه عادي شيء يروح من اللي محمد شيء يروح